خلاف، انما اللي انا عايز اقوله بخرج لان التاريخ طويل والمحاضره مش محاضره تاريخ قوي. اللي انا عايز اقوله ان مدينه الاقصر كان لها دور في النزاع الذي كان بين الوزيرين شاور ودرغام. ايضا مدينه الاقصر كان لها ايضا دور سياسي في العصر الايوبي، لان اوعى تنسوا بلاد النوبه وما ادراكم ما بلاد النوبه التي دائما ما كانت تهدد الممالك في مصر، بلاد النوبه والسودان. ولذلك كان الحكام المسلمين يرسلون مجموعه من الجيوش لتاديب النوبيين او الثوار اللي بيخرجوا من بلاد النوبه وشمال السودان. كان لها دور في العصر الايوبي. كان هناك زعيم في اسوان اسمه كنز الدوله، بدا يحس بنفسه وبدا يستقل لما حس ان في نزاع ما بين الوزيرين شاور ودرغام، واستقلت منطقه الجنوب. الا ان نور الدين محمود ارسل جيشا بقياده اسد الدين شرقوط، بالمناسبه علشان تاخدها طالما بتسجل، الجيوش النوريه ذهبت الى مصر واجتاحت مصر ثلاث مرات، ودايما بنقول الثالثه تبتك. في الثالثه تم القضاء على الوزراء اللي هم عاملين مشاكل، وتم القضاء على الدوله الفاطميه تماما، وفي الثالثه هيموت اسد الدين شرقوق وهيتولى يا سبحان الله ابن اخيه صلاح الدين الايوبي، ويعلن صلاح الدين الايوبي من على منابر مدينه القاهره بقيام الدوله الايوبيه، ولم يعلن بقيام الدوله الدولة النورية اللي هو نور الدين محمود، اللي هو بعته كدراع يمين مع عمه اسد الدين شرقوق. سبحان الله، بقول لكم التاريخ شيق باذن الله. المهم، اذا لمدينة قوس ومدينة اسنا دور كبير جدا في النزاع ما بين الوزيرين شاور ودرغام، وسقوط الخلافة الفاطمية، وقيام الدولة الأيوبية. اهتم الفاطميون بمدينة الأقصر، وكان يعتقد، ركزوا معايا في الحتة الجديدة، ايه الموضوع الجديد او الحتة الجديدة؟ كان يعتقد في العصر الفاطمي ان التربة الزراعية في مصر العليا افضل بكثير من التربة البحرية. اعتقدهم ان دي مع اوائل او منابع النيل الاولى، وبالتالي الارض هناك في مصر العليا خصبه اكثر من بلاد الدلتا، لان كثيرا وكثيرا وكثيرا كانت بلاد الدلتا تعيش في غرق بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل بسبب الفيضان. فكان الفاطميون لهم اختيار للقوس والاسنا والاقصر بخصوبه التربه هناك، وبالتالي الاهتمام بالزراعه. واقرر واقول خلي بالكم، مصر كولايه كانت هي اللي بتاكل الدوله، كانت هي اللي بتاكل الامبراطوريه. يعني مصر كلها بقى من صعيدها للدلتا بتاعتها كانت بتاكل الامبراطوريه البيزنطيه. مصر كانت بتاكل دوله الخلفاء الراشدين. مصر كانت بتاكل الدوله الامويه. مصر كانت بتاكل الدوله العباسيه بسبب خصوبه الارض، وبسبب ما ينتج من زراعات هذه الحقول بتروح لكل هذه الامبراطوريات او تروح لهذه الدول الاسلاميه. فعشان كده اهتم الفاطميون بالاقصر واهتموا بالزراعه، لان الزراعه بتاتي بثمارها، وبالتالي تزدهر التجاره في مدينه الاقصر. في العصر المملوكي، انا ماشي ستيب باي ستيب، صعيد مصر الى وقتنا هذا يتميز بالاشراف. ومن هم الاشراف؟ كل من هب ودب يقول لك انا من الاشراف. ايه يا عم؟ يقول لك انا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.
كل من هب ودب في الصعيد بالذات مش في الثالثه. ليه؟ عمرو بن عاص لما جاء الى مصر جاء مع مجموعه كثيره من القبائل العربيه التي ساهمت في بناء مدينه الفسطاط وتخطيط مدينه الفسطاط، ولما ضاقت الفسطاط بدا يتوجه هؤلاء الاعراب العرب الى الجنوب، وفعلا نجد هناك مجموعه من العائلات لا تزال موجوده الى وقتنا هذا، الهواره وشهينه والحجاجيه، وكل دول على فكره ومنهم الحجاجيه موجودين لا زالوا في مدينه الاقصر. فهنا القبائل العربيه التي كانت لا تزال موجوده، عارفين موضوع القبائل العربيه حسن الضيافه يا بدوي لغايه دلوقتي. بيقول لك ايام السلطان الملك الناصر محمد بن لاهون، بدي معلومات لاول مره تنشر. في ايام السلطان الملك الناصر محمد بن لاهون كان التاجر او كان الشخص الذي يريد الذهاب الى صعيد مصر الاقصر وقوس وإنا وإسنا، بيقول لك كان يستضافه اهله هناك. هو مش اهله ده هو عربي، يقول لك ده احنا عرب، هو ودبته طول المشوار ببلاش، لدرجة ان في بعض الاشخاص كانوا بيزهقوا من كثرة الضيافة. انتوا عارفين دلوقتي زي ما انت تروح الريف دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ما بتعرفش تتفرج، ما بتعرفش تخرج، ده يستضيفك وده يقول لك والله عليا ان كذا لازم تبات عندي. وتخيلوا زمان كان يجد المأكل والمشرب ببلاش عند ذهابي الى صعيد مصر بالذات في الاقصر. ولغايه دلوقتي معروفين الصعايده، وانا مسؤول عن الكلام لان انا صعيدي، معروفين الصعايده ان من عند هنا محافظه هنا عموما وانت طالع الكرم بتاعهم زايد 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 الى وقتنا هذا، وارسينه من ايام العصور الوسطى. ده كان ايام مين؟ الناصر محمد بن لاهون في القرن ال14 الميلادي. فتخيلوا حضراتكم، شوفوا قد ايه الجمال، شوفوا قد ايه جمال الضيافه. وفضلت هذه الظاهره تندثر رويدا بسبب سوء الاحوال الاقتصاديه في ايام السلطان الملك الاشرف شعبان برضه في نفس العصر، وفقدت مصداقيتها تماما في العصر المملوكي الشركسي في القرن التاسع الهجري ال15 الميلادي. موضوع الضيافه. وبالتالي ايضا فقدت مدينه الاقصر وفقدت مدينه قوس مصداقيتها التجاريه في العصر المملوكي وسط العصر المملوكي الشركسي. بسبب ايه؟ تحويل رحله الحج وتحويل التجاره. اصبح الاتجاه الى ميناء عزاب علي اكس. خلي بالك. اصبح الحج ايه؟ رجعوا للحج اللي بيتقابلوا بيه اللي هو القديم، اللي بيفضلوا ماشيين لغايه القاهره. وانا هسال سؤال هنا. يعني الحجاج اللي جايين من الصعيد قال لك بدل ما نخش شرقا الى ميناء عزاب البحر الاحمر، قال لك لا نواصل المسيره حتى الوصول الى القاهره، ويتقابلوا مع الحجاج اللي جايين من بلاد المغرب، اللي يوصل قبل الثاني يستناه، بحيث ان المغربي شمال المغرب والاندلس واللي جاي من صعيد مصر واللي طلع من القاهره رايح حج، الاثنين كلهم يطلعوا مع بعض. ليه؟ بسبب نمره واحد ميناء عزاب خلاص اتلغى، ما عادش بقى منه رحله التجاره ولا الحج. نمره اثنين بسبب اكتشاف طريق راس الرقصه. السؤال بتاعي اللي هو بتاع الحج، ليه بيتقابلوا في القاهره سواء المغربي او الجنوبي او مصر او القاهره؟ اكثر امانا بيخرج جيوش سلطانيه معاهم علشان تحمون في طريق الحج. ليه كمان؟ لازم كسوة الكعبة تخرج، وبيتم الاحتفال بها من هنا من المغرب ومن مصر، وبتخرج في موقف رهيب 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 من مصر القاهرة
إلى سيناء ومن سيناء من عند العقبة إلى الجزيرة العربية. أنا وصلت لغاية فين؟ لغاية العصر المملوكي. يبقى بدأت قوس، بدأت الأقصر تفقد ميزتها التجارية والحج، رحلة الحج خلاص. نأتي بعد ذلك إلى دخول العثمانيين. خلي بالكم أي سلطان يجي أو أي دولة تيجي لابد أن ترسل جيش إلى الجنوب. وعندنا شواهد قبور كثير من أسماء اللي موجودة على شواهد القبور من صعيد مصر بسبب تأديب، وكرر كلمة أنا تأديب هؤلاء النوبيين، تأديب لأن النوبيين كانت في مملكة إحنا اسمها مملكة النوب، كلكم عارفين الكلام ده، وشمال السودان كان بيعمل قلق كل ده للحكام في مصر القاهرة أو في الإسكندرية، فكانت كثير من الجيوش أو كثير من القوات بيتجهوا إلى الجنوب لتأديب وإخضاعهم مرة أخرى. في عصر محمد علي، وما أدراكم ما عصر محمد علي؟ استقل محمد علي بحكم مصر في ظل وجود قوتين كبيرتين، قوة معروفة باسم القوة البريطانية والأخرى الفرنسية، وفي خلاف ما بين فرنسا وما بين انجلترا علشان المصالح بتاعتهم في مصر من أول مصر لغاية الهند التجارة. محمد علي علشان يقوي حكمه في مصر لأن في مشكلة عنده في اسطنبول الدولة العثمانية، يحب كده يميل للإنجليز والفرنسيين والفرنسيين. طب الميلان بتاعه للإنجليز والفرنسيين والفرنسيس إيه سببه؟ يعمل إيه؟ قال لك علشان يبعدوا الأنظار عنه، رغم أنه يعلم تماما إن كان قبل ما يجي مصر إن في عام 1798 كان في حملة فرنسية موجودة على مصر، هي الحملة الفرنسية، وكانت هذه الحملة وأنا بقولها بها مجموعة من العلماء هي استلائية إنما كانت علمية أكثر. وأقول لكم تعلموا ماذا فعل علماء الحملة الفرنسية بمصر وآثار مصر والأقصر كمان بالذات. آثار كلها في مدينة الأقصر. يعمل إيه محمد علي؟ قال لك أحاول أستقطب القوتان الكبيرتان إلى قلبه ويبعدوا أنظارهم عن مصر. فحب يهديهم بالحاجات النادرة. إيه الحاجات النادرة؟ خلي بالكم المسلات، المسلة الثانية اللي موجودة أمام الصرح الكبير اللي في معبد الأقصر، وحاجة ثانية تتميز أو يتميز جنوب مصر بالذات قوس بتربية الزرافات، الزرافة مرقبة طويلة، فمرة يهدوهم زرافات ومرة يهديهم مسلات، إلا أننا أهم هدية، أهم هدية أرسلت إلى فرنسا وبمساعدة شامبليون، وكلكم عارفين، ما عرفش عارفين الكلام، أنا هو الفرق اللي ما يعرفوش. المسالة دي كانت رايحة انجلترا، إلا أن الدهاء شامبليون وبذكائه بدل ما تروح هي بتاعت مين؟ الفرعون مين؟ رمسيس الثاني، رمسيس الثاني، وهتكلم دلوقتي أنا جاي له فرنسيس، أنا هقلب من الإسلام لفرعون يعني. بدل ما المسادة دي تروح انجلترا، الذهاب بتاع شامبليون قال لك لا تروح لفرنسا. ازاي؟ قعد يتلاعب يمين ويتلاعب شمال لغايه ان خلى يعني ضحك عليهم وخلى محمد علي يدي للانجليز الزرافه ويدي للفرنسيين المسله الجميله اللي موجوده في الكونكور. وما ادراكم ما هذه المسله والرحلة الطويلة الشقة من الأقصر إلى الكونكورد في باريس. أنا جايب لكم صورة، الصورة دي عجبانة أوي أوي.
مسلة مصرية تقف شامخة قصاد معلم من معالم فرنسا اللي هو برج إيفل. ده دليل على قوة الحضارة المصرية ولا تزال. المسلة دي كل الأقاويل وكل القصص وكل الكتب قالت ده وصلت إلى القنطور في 7 سنوات. واتعمل لها مركب مخصوص في فرنسا، اتصنع لها مركب مخصوص في فرنسا، مخصوص في فرنسا، وتأتي من فرنسا إلى الإسكندرية وتبحر في نهر النيل إلى أن وصلت الأقصر. وعلى متنها ما يقرب من 300 بحار ماهر من البحريه الفرنسيه. وقاموا بهدم مجموعه من المنازل لكي يحركوا او ينقلوا المسله بتاعه رمسيس الثاني الى المركب في النيل. وما ادراكم الظروف التي واجهت هؤلاء الناس. مره النيل يطوف الخطه تبوظ، مرة النيل ينخفض الخطة تبوظ ويستنوا، مرة يصاب بعضهم بمرض عضال، ومرة يصاب بعضهم بمرض الطاعون. ال 300 يمكن بقى 100 في الآخر. واتنقلت ازاي؟ اتنقلت كلكم عارفين بالطريقة المصرية البدائية الحديثة. شوف بدائية حديثة، وهي بالحلال والخشب، لدرجة ان هم عملوا مجرى في الرمل وحركوا فيها السفينة لأسفنكسي علشان يحطوا فيها هذه المسلة. المهم خرجت المسلة في 4 شهور من الأقصر إلى اسكندرية، ومن الاسكندرية إلى البحر المتوسط إلى نهر السين في فرنسا إلى ميناء طولون، ومنه إلى الكونكورد. وكانوا ناويين يحطها في طولون، لكن حاكم فرنسا لويس التاسع اللي جات له الهدية دي مين؟ من محمد علي باشا سنة 1845. والتاني ضحك عليه واداله ساعة مش شغالة لغاية دلوقتي، هنشوفها اللي موجودة في الجامع. خلي بالكم الملك لويس لئيم جدا، المعلومه الجديده. ايه اللقم بتاعه؟ قال لك ما تتحطش في طولون، تتحط فين؟ في ميدان الكونكورد. ليه في ميدان الكونكورد؟ حد يعرف؟ كانت المفروض المسله دي تروح لاي مكان في فرنسا، انما لويس فيليب او فيليب لويس اصر ان هي تتحط في الكونكورد. عارفين ليه؟ لأن هذا الميدان كان يعرف باسم الميدان الأحمر، لكثرة الدم، لكثرة قطع الرئات أيام الثورة الفرنسية. وأول واحد وآخر واحد من ملوك فرنسا اضطرت رئاته في هذا الميدان كان ملك فرنسا لويس الـ16، هو أونترايت. تخيلوا، فقال لك علشان شوف اللقم بتاعه، قال لك علشان الناس تنسى الذكرى الوحشه بتاع موت ومقتل لويس الـ16، انا احط المسله دي في المكان ده، يبقى الناس تروح تشوف المسله ما تروحش الميدان الاحمر علشان الخيال بتاع ايه؟ الثوره الفرنسيه. وبقيت ده ويختار ايه؟ ويختار توقيت ايوان كلكم سافرتوا وعرفتم، اللي هو الاحتفال براس السنه الميلاديه علشان يحط، عشان كل الناس. وبيقول لك معظم اهالي باريس واهالي فرنسا كلهم راحوا شافوا المنظر الجميل اللي دي كانت بتقف هذه المسله في ميدان الكونكورد في باريس. ادي اللقطه الجميله اللي عجباني، وادي اللقطه الوحشه اللي مش عجباني، اللي هو برج الساعه اللي في جامع محمد علي. وحاولنا وجبنا خبراء من سويسرا لسه سنة 2007 أنا فاكر، جبنا خبراء من سويسرا، مشت يا دوبك 5 دقايق وراحت واقفة، مشت 5 دقايق، لا عايزة حجارة ولا عايزة بطارية ولا عايزة كهرباء، مش عايزة تدور من سنة 1800، يا دوبك مشت 5 دقايق أنا فاكر، أنا كنت موجود، 5 دقايق وراحت متعطلة تاني، يعني متعطلة
من 1845 وحتى 2018.